مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. بالمرات الاولياء يتسالوا بالمرات على التهاب الاذن الوسطى لوتيت. نطمئن لي بارون ونقول لهم بلي هذا مرض منتشر بزاف عند الاطفال الصغار من الولاده حتى العشر سنوات. الطفل الصغير يقدر يوصي دي كومبليكاسيون بلو غراف كو لو غران اونفون. الاول مره تبرى، ثاني مره تبرى، بصح لا بيرفوراسيون هذيك ما تقدر تكون ماشي صغيره، تكبر ومن بعد حتى وين يكبر تلحق لدرجه العمليه. حصتكم ولادنا تحت جناحنا المخصصه لكم يا اولياء تجيكم هذا الاسبوع بموضوع مهم هو التهاب الاذن الوسطى لوتيت. انا دي لا مالادي حكمتني كي كنت صغيره على دو 8 اون باغ اكزومبل. لي ماما نعيط لها في التليفون نقول لها وليدي ما حبش يسكت، تقول لي هذا سيغ ودنو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصه هذه تاع لوتيت التهاب الاذن الوسطى اللي ماهيش حاجه خطيره ولكن حاجه لازم تعالجوها في وقتها. اذا تقدروا تتصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. إضافة إلى برنامج عمو يزيد ولادنا تحت جناحنا حصة جديدة تخص الأولياء تجيب على أسئلتكم مع أخصائيين في شتى المجالات في هذه الأوقات على الشروق العامة. مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.